لا تمثل سوى 1% من إجمالي حظيرة الوطنية للمركبات، إلا أن أصحاب الدراجات النارية يتسببون سنوياً فيما يقارب 16% من حوادث المرور. وللتقليل من خطورة عدم التحكم الجيد في هذه المركبات، نظمت المندوبية الوطنية للأمن في الطرق أياماً تحسيسية حول استعمال الدراجات النارية، انطلاقتها كانت من مركب محمد بوضياف. لماذا يعني اختيار دراجات نارية؟ لأنه هو يعني المؤشر الوحيد اللي ما عرفش انخفاض خلال سنة 2019. بالنسبة للبرنامج هذا اليوم التحسيسي، يعني هناك تمرين على قيادة دراجات نارية، وكذلك يعني إرشادات بالنسبة لسواق دراجات نارية، لا سيما يعني الشباب منهم اللي رانا نلاحظوا بلي هناك يعني خروقات لقانون المرور وتجاوزات بالنسبة لقواعد حركة المرور في عبر الطرق. الابتعاد عن المغامرة والمخاطرة هو ما تهدف إليه هذه التمارين، خاصة لدى حاملي رخص السياقة الاختبارية الذين يتصدرون قائمة المتورطين في حوادث الدراجات بمعدل 20%. توجور الاكستيريور، الاكستيريور هو اللي خرج كوش ندير تستعمل الاكستريميتي فلاشي خطرة هنا نعاون فلاشي خطرة هنا لا رانا درنا دي سيسيون ستوب اغريسيفيتي روتير اللي عدواني في التاريخ انا نعاودو نصحو شويه المستعملين الدراجات الناريه باش نزيدو نحميوهم دونك حنا الهدف هذايا ديجا نصحو الرؤيه لا كوليكسيون تاع لا في حاجه الاولى اللي راهي اون باس راهي نركزو عليها 1000% ماشي 100%. حاجه ثانيه تانيك ليكيليب تاع الدراجه الناريه، والحاجه الثالثه هي اللي راهي استعمال المكابح كيفاش نستعملوها في دي سيتوياسيون كيما نقولو دونجيروس. ونظرا لأهمية اختيار نوعية العتاد المستعمل في سوق يحصي الكثير من العلامات المقلدة، عرفت الأيام التحسيسية مشاركة عدد من المصنعين المحليين لتقديم إرشادات حول كيفية اختيار العتاد الأنجع. لازم يلبس ليكيبمون اديكوا اللي يحميه، من الكاسك لازم يكون اومولوغي، لي غون لا تونيو تاعو، لي بروتيج كود، بروتيج جونو، وفي الاخر لو سيستيم دو فريناج اديكوا للموطو ثاني، باسكو نظام الكبح تاع الموطو شاك كاتيجوري تاع الموطو عندها نظام خاص بها. ومن المنتظر ان تحط القافله التحسيسيه هذه رحالها في ثاني نقطه من جولتها الوطنيه بولايه المسيله، التي شهدت السنة الماضية تسجيل أكبر عدد من حوادث الدراجات.